تصفيقة حارة على ابتسام باتما. ابتسام مرحبا بك. صافا كلشي بخير؟ الحمد لله. صحة لاباس؟ الحمد لله. انا تكلمت مع دنيا باطمة على هذه القضية اللي كاينة في مواقع التواصل الاجتماعي، ان بعض الناس كيقدروا يعيروها، كتكون عندها صراع مع بعض الفنانين، رغم انني شخصيا كنشوف هذه المسألة سلبية، ما خصهاش تكون ما بين الفنانين، لأننا حنا في بلاد وحدة كتجمعنا راية وحدة، خصنا دائما نكونوا ملتحمين ونعطيو صورة إيجابية. شكون خلاك؟ ها؟ شكون خلاك؟ رغم انه انا ملي تنكون في الهيها ما كنبغيش شي حد يجبد، ولو انني عندي مشاكل مع بعض الفنانين وما جابداهمش ما كنبغيش يهضر عليهم، يعني ملي كنسمع شي كلمه ناقصه كنوريهم الوجه الاخر، انه واخا حنا عندنا مشاكل، حنا راه في الاخر حنا شعب واحد ومغاربه، وكنرد عليهم يعني ما تصورش، يعني كنحشمهم حتى ما كيقدروش من بعد انهم يتكلموا قدامي على اي مغربي. ابتسام انت النائبه الاولى ديال باطمه في مواقع التواصل الاجتماعي، ياك كدافع عليها دائما؟ ديما ديما دائما. وقيل انت هذه خدمتك. شوف انا علاش كندافع على دنيا حسن اكثر وحده كنعرف شكون هي دنيا باطمه. ما كنشوفهاش اختي، كنشوفها بنتي. يعني هي انسانه طيبه جدا وكتبغي تعاون الناس وصريحه، وانا كنشوف هذا الوقت يمكن ما بغاتش الصراحه، بغات النفاق. انت في عوض ما ت... ما ت... ما تقول لها انا على الشيطان وهذا، انت كتزيدي لها. لا لا كاين بعض الناس اللي نعلو معاهم الشيطان، اللي واخا كيقولوا شي حاجه كنعرف عن حسن النيه او انهم كيبغيو ينصحوك كيبغيو يقول، ولكن كاين الناس اللي متعمدين انهم يقولوا هذه القضيه. رشيد حنا في الاخر غير انني فنانه، انا انسانه عاديه. اي واحد غيتلقى شي حاجه او شي كلام قاسي او جارح من عند شي واحد اكيد غيلقى رده الفعل، ما غنسكتش ليه. كتجاوبي الفنانه ابتسام؟ كنجاوب الفنانه. مثلا شي حد عاير دنيا باطمه ولا كتب عليها شي حاجه مثلا؟ إلا كتب عليها شي حاجه هي ما فيهاش اكيد غنجاوبو، حيت انا قلت لك اكثر وحده كنعرف شكون هي دنيا باطمه، حيت واحد ما كيعرفناش وكيجي عايرنا ب يعني سب خايب بزاف، وحنا ماشي هكاك. عائسة باطمه معروفه كاع المغرب كيعرفها، وكاينين شي كيدخلوا في يعني في حياتنا الشخصيه، كنضطر انني نجاوب. عمرك دخلتي في صراع مع شي فنان معروف مثلا؟ هكا لا لا نهائيا. نقدر نقول لك فنان كيدير حساب وهمي كيجي عاير. كيدير حساب وهمي وكيعاير. باش كتعرفيهم؟ اسلوبه بالاسلوب طريقة كيفاش كيهضر. انت ما كديريش كونت وهمي؟ لا، كون كنت كندير كونت وهمي كاع ما نكون معاك اليوم. دونك انت كدوي بوجه مكشوف كتقولي انا اياه اللي دوا وعاير اختي انا كنجاوب. كيعرفني كلشي، عارفني صريحه وما كنجبد حتى واحد وما كنجيش وكنعاير الواحد، ولكن اللي عاير دنيا باطمه غيلقاني انا. كيف عام مع عائلتي كامله؟ فراسك انا والله ما نجبدها. والله انا خفت. لا فعلا رشيد ولات هذه الافه بزاف ديال انسان ما تيعرفكش تيجي يعيرك، ولكن هذا كنبغي نقول انه يمكن هذاك الانسان عنده ناقص، يمكن باغي يبان باي طريقه، يمكن يعني الله يحسن العوان. ودائما انسان ناجح هذا الشيء اللي غنقول انه دائما هو اللي كيبقى الناس متابعينه، ودائما كيلقى الكلام عليه سواء بالسلبي او بالايجابي، فهذا شيء عادي مادام دخلنا للشهره الا ولازم نستحملوا الضريبه. انت اختها الكبيره ولا الصغيره؟ كبر منه. كتبقى صغار مني. ناري رشيد كبرني كبرتيني. كبرتيني. شوف ابتسام انت كبر منها، دونك انت مولات العقل، هاد المره خصك ما تبقاي تجاوبي حتى واحد، وخلي اللي بغى يدوي يدوي. دخلنا عليك بالله، انت ما كتجاوب حتى واحد، دخلنا عليك بالله.
الجمهور اللي بارك معنا. وصراحة أنا كنت بعض المرات كنغلط وكنجاوب ولكن دابا صافي. توبة توبة. راه كما قلت لك الا جينا نجاوبوا على كاع الناس راه ما غاديش نساليو. الناس اللي تدخل في واحد كتعيرك بواحد الاسلوب اللي انت ما فيكش داكشي علاش كيبقى في كل حال، لانك انت انسان متربي وعارف شنو كدير وما تجبدش الناس بالسوء، ما خاصش بنادم حتى هما يضروك ويجبدوك بالسوء. بعد المنشورات ديالك دنيا في مواقع التواصل الاجتماعي كتوصل لحد انك كتحلف على عباد الله، بحال واحد المنشور غادي نوريه لك قلتي فيه انني انا مستعده نمحي من الوجود اي واحد يقيس شعره من اختي. قلتيها هذا منشور ديالك ديالي كتحلف يا دنيا؟ لا ماشي كنتحلف، هذه حقيقه. راه الاخ راه شي حاجه كبيره في الحياه، وحنا خصوصا حنا واحد العائله، حنا شخصيا واحد العائله اللي عزازين على بعضياتنا بزاف بزاف. يعني ما تقيش اختي عندي ما ندير لك، ولكن الاخت راه بحال كتقيسني انا، بيان سور غندافع على اختي.